للحديث حول موجة العواصف التي تضرب العراق ينضم إلينا الأستاذ رمضان حمزة الخبير البيبي. أستاذ رمضان، مرحبا بك معنا في الحصاد. ما هي الأسباب الحقيقية التي تجعل العواصف الترابية تضرب العراق بين الفينة والأخرى؟ أهلا وسهلا ومرحبا، مساء الخير رمضان كريم. علينا الحقيقة وعلي. موضوع العواصف الرملية هي العراق حسب طبيعتها ثلاث أرباع من مناطق العراق هي مناطق صحراوية، لأنه في العقود الأخيرة الحقيقة نتيجة الحروب وتكسر الغطاء سطح الصحراء وحركة المعدات كلها أدت إلى تفتت التربة، أضافة إلى ذلك تغييرات المناخ اللي نعيشها حاليا العراق منذ 2003 لحد الآن. حقيقة مواردها المائية في تدهور، وعندما تتدهور الموارد المائية تتدهور التربة، وبالتالي يزداد نسبة التصحر في المنطقة. فالإحصاءات تشير أن 200 وحدود 242 يوم كان من السنة بها يعني نوع من العواصف الترابية من خفيفة إلى شديدة، إلا أن هذه زادت إلى أكثر من 272، ويتوقع أن تزداد إلى 300 في نهاية هذا العقد. معنى هذا أن العراق يعيش في ظروف صعبة جدا، والتصحر يعني وتيرتها تتسارع، وهذه مدينة الرمادي كانت البارحة واليوم الموصل أعلنت أصلا رسمية. في دهوك نعيش حالة أنه كانت تقريبا مدى الرؤية يعني جدا صعب. هذه حالة يجب أن يتحرك العراق جديا في توفير موارده المائية، ومن خلال ذلك البدء بالأسجة أو ما يسمى بالأحزمة الخضراء اللي كانت هي موجودة أو مسمع إنشائها. لازم تكون هناك جدية في عمل هذه الأسجة الخضراء أو الأحزمة الخضراء، هذه جدا مهمة. العراق يحتاج إلى سياج أو إلى حزام، مو حزام أو عدة أحزمة، حتى علاقة تستثمر الصحراء. الصحراء هي نعمة، يعني هي كنوز، من سواء على سطح هذه الجسم من الكريستال أو في داخل بطنها، يعني باطن هذا الأرض من موارد من غاز ونفط ومواد معدنية ثمينة. فمعناته احنا ننظر إلى الصحراء كأنه هي سبب لهذه العواصف أو مسبب للعواصف، ولكن يمكن يقول ترويض لهذه الصحراء والاستفادة منها من توفير المياه ومن خلال زيادة الغطاء الخضراء، وبالتالي البدء بإسكان المنطقة. يعني حاليا مصر تتجه بهذا التوجه، استثمار الصحراء لتخفيف العبء السكاني لاستثمار هذه الموارد، وبالتالي تقليل أضرار العواصف الرملية والترابية المتأتية من الصحراء، لأن باعتبار الصحراء العراقية مكملة للصحراء السعودية والأردنية وكذلك البادية السورية. هذه كلها الأسباب يعني حريهم بالعراق، أنه وخاصة هناك مسألة خط الحرير، كل هذه الأسباب يعني ضرورية أن العراق يتحرك بهذا الملف. وقلنا الأساس هو أو يعني لب الموضوع هو الموارد المائية التي أصبحت حاليا وصلت إلى مرحلة كارثة إنسانية، والأمم المتحدة أشارت في أحد تقاريرها أن قد يكون هناك نزاع قبلي على قلة الموارد. قلة الموارد تدهور التربة، وهذا طبعا يؤدي إلى تدهور الصحة وتدهور البيئة. يعني هي مسألة متسلسلة، عندما نفقد أحد العناصر المهمة كل العناصر البقية تبقى ضعيفة في الحلقة، ومعنى هذا أن العراق مستقبله يعني صعب جدا، يعني نحو الهشاشة أيضا في تدهور تربته الزراعية وفقدانها. هذه يعني العام الماضي كان أنه حدود 50% إخراج الخطة الزراعية من البرنامج، هالسنة إخراج الخطة الصيفية بالكامل لعدم وجود مياه. يعني الوزارة تنشد المواطنين بس ضمان مياه الشرب، ومياه الشرب نحن نعرف أن مياه وصلت الفكرة. الخبير البيئي الأستاذ رمضان حمزة، شكرا جزيلا لك.